فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني القوة، أولي الأيدي يعني القوة بالحق، والأبصار أي البصيرة النافذة، وهذا هو صلاح العقيدة. نعم. ومنه الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. نعم، الله يحب البصير الناقد عند حلول الشبهات، عند حلول الشبهات، فينقد الحق والباطل ويأخذ بالحق ويترك الباطل. ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، والعقل الكامل عند ورود الشهوات. فالعاقل لا يقدم على الشهوات إذا كانت تفضي إلى عاقبة سيئة، بل ينظر إلى العواقب. نعم. ولا ينظر إلى الحاضر، ينظر إلى العاقبة والمآل. فإذا كان تناول الشهوات يعقب حسرة وندامة، ترك هذه الشهوات، وإن كان فيها لذة عاجلة فهو يتركها خوفا من العقوبة العاجلة. نعم. هذا هو العاقل البصير. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لم يقرب الوردة حتى يعرف الصدر. هذا العاقل الحازم.